صباح الخير لكل المشاهدين بلبنان والعالم، برحب فيكم بحلقتنا لليوم ببرنامج الحدث. اليوم الاحد 16 اب 2015. بصير نرحب بضيفنا في هذه الحلقه الصحفي موفى حرب. صباح الخير استاذ موفى، اهلا وسهلا فيك في هذه الحلقه من برنامج الحدث. واليوم يعني في كثير اخبار، ولكن الخبر الاساسي الذي يهتم له اللبنانيون منذ الامس هو خبر اعتقال الشيخ احمد الاسير من قبل الامن العام اللبناني في مطار بيروت بالامس، وهو متوجه الى القاهره ومنها الى نيجيريا، ويعني بعد خضوعه لعمليات تجميلية. ورغم ذلك تمكن الأمن العام اللبناني من تحقيق هذا الإنجاز وهذا الصيد الثمين. سنتحدث في هذا العنوان بالتفصيل في معاني اعتقال الشيخ أحمد الأسير، المرحلة المقبلة ماذا يعني اعتقاله، كيف تم اعتقاله، توقيت الاعتقال، من ساعد على تحقيق هذا الإنجاز. وبدأ الكلام عن أنه التحقيق قد يؤدي إلى اعترافات قد تطال شخصيات سياسية مهمة في هذا البلد، بالإضافة طبعا إلى عناوين أساسية أخرى تشغل اللبنانيين على رأس موضوع رئاسة الجمهورية، الحكومة، النفايات وكل المشاكل المرتبطة بعضها ببعض، انطلاقا من الكلام السياسي الأخير للسيد حسن نصر الله وأيضا للعماد ميشيل عون ولمختلف الأفرقاء المعنيين في هذه الأزمة. طبعا إقليميا أيضا الكل يترقب نتائج الاتفاق النووي الإيراني بعد جولة وزير خارجية الإيراني على المنطقة، تحديدا على لبنان وسوريا، وطبعا المواقف الدولية التي يمكن أن تؤثر في كل هذه الملفات. قبل الدخول بكل التفاصيل، جولة إخبارية سريعة مع كريستين حبيب وننطلق بعدها بحوارنا معك. أهلا بكم في المعلومات المرتبطة بتوقيف أحمد الأسير في مطار بيروت أمس. ذكرت صحيفة الحياة أن الأسير ورفيقة كانت بحوزتهما تذكرتا سفر غير التذكرتين اللتين استخدمهما للسفر إلى القاهرة ومنها إلى نيجيريا وربما إلى دولة أخرى. وقال أحد كبار المسؤولين اللبنانيين أن حجزهما مقعدين إلى نيجيريا قد يكون من باب التضليل لقطع الطريق على أي شكوك يمكن أن تؤدي إلى إخضاعهما للتحقيق حول وجهة سفرهما الحقيقية. وأضافت المعلومات أن التحقق من أن الموقوف بجواز سفر فلسطيني هو الأسير كان من خلال التقنية العالية التي في حوزة الأمن العام، ومكنته من إجراء مقارنة بين ما لديه من صور سابقة للأسير التقطت في مراحل معينة من تحركه في صيدا وبين صورته الحالية. وتبين أن عمليات التجميل التي خضع لها الأسير أخيرا لم تبدل عمليا ملامح وجهه، رغم أنه أوقف حليق الذقن ويرتدي لباسا مدنيا. النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود طلب أمس من مفوض الحكومة إجراء فحوص الحمض النووي DNA بشكل سريع للموقوف للتثبت علميا وجينيا من أنه الأسير فعلا، وذكر بأن ثمة قرارا اتهاميا سبق وصدر بحق الأسير عن قاضي التحقيق العسكري، ما يعني أن ملفه القضائي متكامل ولا يحتاج إلى وقت طويل لمثوله أمام المحكمة، لكن لابد من إجراء تحقيق أولي وتأسيس محضر يكون مستندا أساسيا للاستجواب الذي سيخضع له الأسير أمام المحكمة العسكرية في محاكمة علنية. وأوضح القاضي حمود أن المحكمة العسكرية هي التي تقرر ما إذا كانت ستفصل ملفه عن ملف الموقوفين في أحداث عبرة أم ستلحقه به، ما دامت المحاكمة باتت في مراحلها النهائية. وفي المواقف السياسية، أشاد وزير الداخلية نهاد المشنوق بتوقيف الأسير وقال في حديث صحفي إن هذا الإنجاز الأمني يسجل فيه للأمن العام احترافه وجديته في تعقب المطلوبين للقضاء اللبناني وملاحقتهم. أدت سلسلة تفجيرات في أنحاء بغداد إلى مقتل 24 شخصا على الأقل، ووقع الهجوم الأعنف في حي الحبيبية حيث قتل 15 شخصا وأصيب 35 آخرون عندما انفجرت سيارة ملغومة قرب منطقة مفتوحة تعرض فيها سيارات للبيع. ويقع حي الحبيبية قرب مدينة الصدر التي شهدت تفجيرا إرهابيا الخميس الماضي تبناه داعش وأودى بحياة أكثر من 70 شخصا.
في الكويت تبدأ اليوم جلسة محاكمة خلية تفجير مسجد الإمام الصادق الذي وقع في يونيو الماضي وأسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة أكثر من 200. ويبلغ عدد أفراد الخلية الإرهابية 29 متهما. يتوقع أن تطالب النيابة بإنزال عقوبة الإعدام بعدد منهم بتهمة انتمائهم لتنظيم داعش وقيامهم بالاشتراك في عملية التفجير. ويواجه الباقون تهما بالتستر على أفراد الخلية، فيما أفرج القاضي بدون ضمان عن 11 متهما. في الخبر الأخير، لعب الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الأسبق بيل كلينتون الجولف سويا أمس قبيل الاحتفال بعيد ميلاد صديقهما المشترك فيرنون جوردن. أوباما الذي يمضي عطلة مع أسرته في جزيرة مارثز فينيارد في ولاية ماساتشوستس يمضي كثيرا من وقته في ملعب الجولف. وقد شهد أوباما وكلينتون يتجاذبان أطراف الحديث بود في بداية المباراة، وهي ليست الأولى بين الرجلين، فقد سبق ولعب الجولف 3 مرات على الأقل منذ تولي أوباما سدة الرئاسة. ختام الموجز، عودة إلى كاترين وضيفها. شكرا كريستين، برحب فيك من جديد ضيفي الصحفي موفق حرب. وأبدأ مباشرة بموضوع اعتقال وتوقيف أحمد الأسير بالأمس. إذن بعد سنتين تقريبا على أحداث عبرة وسقوط شهداء للجيش في تلك المعركة، تم توقيف أحمد الأسير. كيف حصلت هذه العملية برأيك في هذا التوقيت وبالطريقة التي تمت فيها في مطار بيروت؟ يعني واضح أنه الأمن العام نفذ عملية أمنية معقدة، لأنه الأسير مثل ما واضح من التقارير اللي عم نسمعها أو تسرب من قبل الأجهزة الأمنية كان مختبئاً في مخيم عيل حلوي. دليل الأولى أنه الأمن العام والقوى الأمنية اللبنانية تعرف من أول يوم أنه لم يغادر تلك المنطقة. والدليل الثاني أنه لا، بعين الحلوي في أصبح هذا المخيم في جزء من هذا المخيم ملاذ فريم من العدالة، فريم العدالة، وتحديداً في مجال الإرهاب الذي يندرج تحت عنوان الحركات الإسلامية. هذه الأنواع من أنا شخصياً بعتقد اللي من التوقيفات والأعمال الأمنية، على الرغم من حرفية تنفيذها أنه ما صار فيها مشاكل وتم إلقاء القبض عليه بالمكان المناسب وبالوقت المناسب، إنما بحاجة إلى تعاون أمني مع أجهزة أمنية خارجية، لأنه هو مرتبط بمنظمات إرهابية خارجية لي تحت متابعة حثيثة من قبل الأجهزة الأمنية سواء العربية والإقليمية والغربية. فواضح أنه الأمن العام اللبناني عنده اتصالات، عنده تعاون أمني، وعنده القدرة على متابعة ملف شائك مثل ملف شخص مثل أحمد الأسير. نعم، تقصد هون أحد أجهزة المخابرات الخارجية قد تكون ساعدت الأمن العام اللبناني، أعطته معلومات معينة عن أنه هناك نية لخروجه من المخيم وإلى مغادرته لبنان. يعني واضح أنه في متابعة له، سواء خرج من المخيم بعد ليعمل باسبور جديد، بعد باسبور لإعطاء الفيزا، في عدة محطات حسب ما سمعنا من التقارير البارحة بأنه ممكن رصده سواء من الأمن العام اللبناني وهو وله علاقات حثيثة مع النظراء في الدول العربية وتحديدا الخليجية. وأيضا أي جهاز مخابرات هون يعني يمكن أن يكون قد ساعد في هذا الأمر؟ يعني كل تكهنات في اللي من التركي إلى القطري إلى السعودي إلى حتى الغربي إلى المصري إلى الأمن الفلسطيني الرسمي الذي يتعاون مع الدولة اللبنانية، والكل بيعرف أنه الأمن العام اللبناني وتحديدا بشخص مدير عامه عنده علاقات قوية جدا قبل ما يستلم هالمركز وأثناء. صحيح، ولكن لطالما قيل أنه هو أحمد الأسير يحظى بحماية دول خليجية، يعني كنا نسمع هذا الكلام عندما كان موجودا وكان يعمل على الأرض يعني قبل معركة عبرة. يعني هل اليوم إذا ما كان فعلا هناك إشارة من جهاز أمني خليجي أو خارجي، يعني أيا كان هذا الجهاز، هل هذا يعني أنه أزيح الغطاء عن أحمد الأسير؟ مطلوب اليوم أن يعتقل أحمد الأسير، ربما انتهى الدور الذي كان منوطن به في فترة معينة. هلا واضح أنه الدور الفعلي على الأرض انتهى منذ فراره، بس ولكن لو كان عنده حقيقة هذا الغطاء الكبير الذي نتحدث عنه ما ألقوا القبض عليه، يعني بكل بساطة ما بدأ معلومات ولا أي شيء. لو كانت هذه الشخصية عندها ارتباط أو عندها دعم من جهاز أمن أو استخبارات فاعل في المنطقة ما كان تم إلقاء القبض عليه. في أقل من قد يكون كان هناك يعني كان هذا الدعم موجودا في مرحلة معينة، وربما اليوم لم يعد لهذا الدعم أي لزوم. يعني برأيك لو عنده انتهى دور الرجل بكل بساطة. برأيك لو أحمد الأسير عنده معلومات أو يمكن أن يدلي بمعلومات تدين شخصيات مهمة جدا أو أجهزة أمنية مهمة جدا،
كان بعده عايش اليوم. بتعرفي هاي الأجهزة الأمنية كيف بتشتغل وما بتترك أثار، في بتترك تكهنات بس. ولكن على الأكيد أنا أتمنى والكل يتمنى وأجهزة الأمن في لبنان تتمنى والمواطن اللبناني يتمنى أن يكون اعتقال أحمد الأسير نهاية ملف أمني وليس بداية سلسلة من التفجيرات أو من الاضطرابات الأمنية، اللي لأنه هذا عنده جماعة ومرتبط بجماعات لا تتردد وعند النية والقدرة والفاعلية والوجود على أن تأثر على الوضع الأمني في لبنان. إن شاء الله تكون هاي نهاية الملف الأمني، تجيب عن الأسئلة اللي كنا كلنا نطرحها كأعلاميين ورأي عام. ما بعمرنا أخذنا أجوبة حول حركة الأسير بدايته وكيف انتهى. نختم هذا الملف وما يكون بداية سلسلة، لأنه هاي المجموعات دائما ما بتقبل أنه قياداتها تبقى بالأسر. صحيح. من العراق للسورية إلى دول أخرى إلى مصر أو ما إلى هنالك، بيسعوا إما إلى المقايدة، أخذ أسرى، تفجيرات، اقتحام سجون من أجل إطلاق سراحهم. والواضح أيضا أنه إذا صحت في جماعة واسعة وراء أحمد الأسير برأيك في لبنان يمكنها أن تتحرك بهذا الشكل؟ هاي ما بدها رأي عام كبير، هذه مجموعات كتير صغيرة يمكن إلى تأييد، يمكن في ناس بكرة بيقولوا لك وبلشت أسمع فيها أنه إيه ليش بس الأسير، مزبوط، بس خود واحد عبين ما يكمشوا الباقيين. أنه مصير نقول طب ليه بس الأسير غيره إذا طلع ما بيكمشوا؟ ليه في ناس بسمني ناس بزيد؟ يمكن الناس اللي مرتبطة وعندها غرائز وتنقاد وراء غرائزها المذهبية في افهم اللي عم تقول بس لا اؤيدها، بس الواضح انه عنده تأييد، يمكن في تعاطف معه شخصيا بسبب المواقف التي اتخذها، بس ولكنه مجرم وقتل وسبب مقتل لبنانيين، وان شاء الله يكون القاء القبض عليه تعزيز الاستقرار، يعني صادر حكم بالاعدام بحقه. بس النقطه اللي عم بقولها انه اذا صحت التسريبات بانه كان ذاهب الى نيجيريا، يعني هذا بيكون مرتبط باكثر الحركات تخلفاً وتطرفاً وإجراماً وهي بوكو حرام. يعني هذه المجموعات اللي خاطفة بنات من مدارس وبيقتلون واغتصاب وما إلى هنالك. يعني إذا صحيح أحمد الأسير كان ذاهب، وهذه بتعرف دائماً المعلومات الأولية ما بتكون صحيحة، بتكون تكهنات، بيكون مرتبط بأكثر الحركات دي داعش متخلفة، هذه أكثر تخلفاً داخل هذا التيار. لذلك أنا بعتقد أنه كل شخص مرتبط بأحمد الأسير معنوياً أو تأييدا يجب أن يكون تحت المراقبة ويجب استئصاله من المجتمع. لأنه في مطالبة باعتقال فضل شاكر، ما في مذكرة مش مطالبة باعتقال، مطالبة من الناس يعني طبعا، وليس بعتقد في مطالبة من قبل الرأي العام اللبناني أنه كشف كل هذا المسلسل. دائما للأسف بيصير عنا عناوين كبرى، ولما لما يتم إلقاء القبض دائما الملفات بينترك فيها أمور غير واضحة. ما بنعرف كيف انتهى نهر البارد، ما بنعرف وين شاكر العبسي. على الأقل هذه المرة تم إلقاء القبض على هذا الشخص المسبب في شادي المولى، ونحن ناقلين شادي المولى. هل يمكن لاعترافات أن يدلي بها أحمد الأسير أن تشكل مفصلا أو يعني توجها نحو مرحلة جديدة، بمعنى كشف حقائق كانت مستورة حتى في السابق؟ لأن بدأ الكلام عن أنه التحقيق معه الذي بدأ بالأمس شهد اعترافات خطيرة، هناك بعض المعلومات الإعلامية هلا يمكن أول لا ندري مدى صحتها، هلا يمكن تحت ما بعرف في تعذيب، بس يمكن تحت يبلش كذب، هذا خبير بالتضليل بصير يرمي كلام ليدين مجموعات بده يثير القلائل. بس ولكن أنا للأسف أيضا برجع بقلك للأسف أنه بلبنان حتى لما يتم إلقاء القبض على هذه الشخصيات وتدلي باعترافات ما بتغير على واقع الأرض، لأنه واقع الأرض مبني على تحول ديموغرافي وعلى وجود واسمه واقع. يعني ميشيل سماحة وإلقاء القبض عليه شو أثر؟ كل هالاعترافات، في شي وزير انهار، في شي نظام تم إلقاء القبض عليه، في شي شخصية سرب بأنه حاول يورطها ميشيل سماحة تم استدعاء إلى المحاكم الدولية أو إلى محكمة الجنايات الدولية أو تصدير مذكرات اعتقال من قبل الشرطة الدولية. دائما في اعتقال كتير منيح، ما بدي خفف من أهمية الاعتقال، بس ولكن من بالغ بتداعيات هذا الاعتقال؟ يعني الكلام عن مرحلة إنه مرحلة ما بعد توقيف الأسير تختلف عما قبلها هو كلام مبالغ، يعني يخبزوا بالأفراح، مبالغ به إعلاميا برأيك؟ أنا بعتقد أكثر شيء فينا نتوقع منه ونتمنى أنه يخبرونا الحقائق كما هي وخلي الرأي العام يسجلها، وأيضا أن يتم معالجة أي ذيول لاعتقاله، لأنه هذه شخصية مرتبطة بأكثر المجموعات خطرا وتطرفا وتخلفا. نعم، هل يمكن أن يكون فصيل فلسطيني قد وشى بالأسير كما ترددت معلومات بالأمس؟ في تعاون أمني أنا بعتقد بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والأجهزة الأمنية العربية والأمن الفلسطيني الرسمي، يعني المخيمات فيها الحد الأدنى من الاستقرار نتيجة رغبة من الفصائل الفلسطينية الرسمية بأن تحافظ على هذا الاستقرار، والسلطة الفلسطينية بعتقد علاقتها كتير كويسة مع
مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتحديدا الأمن العام، وربما يكون ذلك ربما القطريين ربما التركي الأتراك، بس ولكن هذه عملية أكيد ناجحة لأنه أدت إلى اعتقاله دون أن يذهب أي يسال أي دماء على الأرض ودون أي قضايا. هل يمكن أن يعدم أحمد الأسير؟ هيدي يعني ما زال مبكرا السؤال، ولكن يعني هو صادر بحقه حكم بالإعدام في شباط عام 2014. أهالي الشهداء وكل اللبنانيين اليوم المتضامنون طبعا مع الشهداء ومع الجيش اللبناني ومع الوطن يطالبون بإعدام هكذا شخص، رغم أنه هناك من يعني يطالب بأن يكون الحكم عادلا ويدافع عن الأسير بالوقت نفسه بشكل يعني علني كما سمعنا بالأمس. ولكن يعني بنحكي عن محاكمة علنية، وإن هل يمكن أن تصل في بلد مثل لبنان إلى الحكم الأقصى؟ هلا في حكم غيابي بإعدامه، بس أنا بقول لك شخصيا انا كموفى حرب ضد الاعدام، ضد اي شخص. يمكن الحكم المؤبد يعذب المذنب اكثر من الاعدام. هذا موضوع قضائي بعتقد عدموه او ما عدموه، بس بفهم مشاعر عوائل الشهداء. بس بالوقت ذاته نحن ما بدنا من اجل الوصول الى العداله لعوائل الشهداء ان نؤدي ايضا الى شهداء اخرين. اهم شيء يكون في محاكمه عادله حتى العالم ينظر إلينا بأنه نحن بلد لا يزال يحتفظ بالحد الأدنى من وكشف الحقائق كاملة كما تقول. هناك من ذهب لربط توقيف أحمد الأسير حتى بالاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية والتعاون في ملف الإرهاب، وأنه قد تكون هذه أولى دلالات هذا التعاون في ملف الإرهاب بالذات. يعني شوف هذه بعتقد كثير عم نبالغ فيها، انه شو خص التفاهم النووي الايراني الامريكي. بعتقد في تعاون امني قبل الاتفاق النووي وبعد الاتفاق النووي، ولو ايران عندها معلومات قبل الاتفاق النووي لكانت اعطت هذه المعلومات بعتقد لحليفها بلبنان حزب الله اللي كان احمد الاسير بنى شعبيته على مواقفه المتشدده من سلاح حزب الله في لبنان. يعني في جو من التعاون الامني، بس بتعرفي انه بالسابق ايضا كان في تعاون أمني أدى إلى اعتقال عدد كبير منهم شادي المولوي اللي تم إطلاق سراحه فيما بعد بصفقة مشبوعة حتى هذه الساعة. بس أهم شيء إن شاء الله يكون عنده معلومات أحمد الأسير تؤدي إلى تعطيل وتفكيك مجموعات إرهابية تريد الشر لهذا البلد. على كل حال بانتظار يعني التحقيقات وبانتظار ورود المزيد من المعلومات الدقيقة من الجهات المعنية بشكل خاص، بعيدا عن التسريبات يعني والأخبار المنقولة عن المصادر. صحيح. سننتظر ما ستقول إليه التحقيقات وبما سيدلي أحمد الأسير أمام الأجهزة الأمنية اللبنانية. ولكن طبعا موضوع أحمد الأسير لا يغطي على المواضيع الأخرى التي ما زال اللبنانيون منشغلين بها. منذ يومين يعني قبل اعتقال الأسير كنا مشغولين بكلام السيد حسن نصر الله، بالتحرك بالشارع الذي قام به العماد عون، حتى بكلام العماد عون وتحذيره من تسونامي فيما لو استمر التجاهل لمطالبه بحسب تعبيره. هل تعتقد أن البلد ذهب نحو الأسوأ على صعيد السياسي، على صعيد مصير المؤسسات واستمرارية هذه الحكومة؟ أنا ما بعتقد أنه نحن ذاهبين إلى الأسوأ، لأنه أسوأ من الوضع الحالي وهذا الشلل منه موجود. الأسوأ يكون خلال الانفجار الأمني، ولا أعتقد هناك مصلحة لأي من الفرقاء الحاليين بضرب الاستقرار في لبنان أولا، لأنه مش لأنه هني بدي أقول عندهم هذه النزاهة والحب للوطن، لأنه داعمين الإقليميين يريدون الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار السياسي وبالتالي الاستقرار الأمني. فالأسوأ ما بعتقد أنه الأسوأ بمعنى يعني تعطيل الحكومة بشكل كامل، عدم انعقادها، هيك أسوأ من أنه شلل المؤسسات، في شلل المؤسسات، مجلس النواب ما بيجتمع والحكومة ما بتجتمع، بس الملفات الحكومة قادر عليها هي الأجهزة الأمنية ودفع رواتب الموظفين، هذا يؤدي إلى شلل عام في البلاد. بعدين هدول الملفين بطريقة ما بسحر ساحر ما حدا حيسمح بانهيارهم. في هيدا الحد الأدنى مثل ما بيقولوا من شكل دولة ما زالت موجودة، والدليل أنه بارح ألقينا القبض على مجرم مثل أحمد الأسير فار. يعني في الحد الأدنى من هذه الأجهزة الأمنية والمؤسسات الدولية المطلوب محليا واقليميا انه تضل موجوده. العناوين الكبرى ما منهاره anyway، منهاره من الزمن، ما في عندنا رئيس جمهوري نتعايش مع فراغ براس البلاد، نتعايش مع انه السلطه التشريعيه اللي هي مفترض مصدر كل هذه الشرعيات اللي موجوده في لبنان ودعم للمؤسسات ايضا لا يجتمع، والان دخلنا بمرحله جمود
الحكومي، في شلل حكومي، كل وزير بده يمشي وزارته، ما بعتقد بيجتمع رئيس الوزراء، بيروحوا بيقعدوا ببيوتهم بوزاراتهم، كل وزير هو رئيس، كل وزير بوزارته، ما في شيء أسوأ من الانفجار الأمني لا سمح الله، وهذا اللي ما بتوقعه أنا نعم، ولكن يعني هل أفهم منك أنه تتوقع أن لا تجتمع الحكومة بعد اليوم؟ عم بيروحوا بيجتمعوا بيتخانقوا مع بعض، يمكن يجتمعوا وزيرين على شي برنامج توك شو سياسي، بس داخل الحكومة بعتقد في فرقاء ما رح يروحوا على الاجتماعات. لن يدعو يعني الرئيس سلام إلى جلسة يوم الخميس المقبل؟ ما بعرف إذا هو شخصيا حيدعي للجلسة، بس سمعت اليوم أحد الوزراء المقربين من رئيس الوزراء أنه شو ما هي فائدة هذه الجلسة إذا ما فيك تأخذ قرارات وعم نروح يسبوا ببعضهم الوزراء، لشو بدك تدعي للجلسة؟ بتصير في مشاورات مع الكتل الكبرى الممثلة داخل هالجلسة لتسيير الحد الأدنى من شؤون البلاد. إذا كان هذا هو الواقع، يعني كيف تفهم إذن التصريحات؟ يعني قلنا تصريح السيد نصر الله، تصريحات العماد عون، تصريحات تيار المستقبل، التصريحات وتصريحات المقابلة بمعنى الرد والرد على الرد، إذن يعني في أي إطار تتحرك كل هذه الخطابات وكل هذا الكلام السياسي، والذي يبلغ في الكثير من الأحيان مستويات مرتفعة جدا من التهديد والوعيد، يعني ما هي حدود هذا الكلام السياسي الذي يطلق؟ حدود هذا الكلام السياسي ومهما كان حدته وارتفاع وتيرته هو الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار في البلد. يعني صحيح حزب الله بلسان الأمين العام وجه دعم كبير كثير للجنرال عون، بس هذا الدعم دعم للجنرال عون يتوقف عن دعم مطالب الجنرال عون. يعني قد ايه مستعد حزب الله أن ينزل إلى الشارع ويدافع عن الجنرال عون لتحقيق مطالب الجنرال عون؟ من الواضح أنه ما ليس مستعد، منه مستعد حتى ولو قال الخيارات مفتوحة، بس حدد سقف، هو لن نسمح مثل ما قال الأمين العام بكسر الجنرال عون لأنه حليف، لأنه إذا كسرت الجنرال عون عم تأثر على حزب الله في لبنان، وقال في وقت من الأوقات ما تتوقعوا أن الجنرال عون رح يكون لحاله بالشارع، بس أمتين هاي ما حدا بيعرف، بس الواضح ندعم الجنرال عون، بس ولكن ليس بالضرورة دعم مغامرات الجنرال عون. هل قرأت فعلا دعما للجنرال عون في كلمة السيد نصر الله؟ أي بعتقد لقيت دعم لما بيقول الكلمة السرية الشهيرة أنه موضوع رئيس الجمهورية مرتبط بالجنرال عون كمرشح أو كناخب، يعني هون أعطاه حق اللعبة، يعني أعطاه حق الفيتو، هاي ليست المرة الأولى بالسابق. طيب ولكنه كان مرشحا وحيدا، يعني سمعنا كلاما من حزب الله سابقا أنه إما عون أو لا أحد، بهذا المعنى أنه ما بنقبل بعون ولا بنرضى بداله، ما بدنا عون وما بنرضى بداله، يعني هذه الغنية المشهورة هذه عند العوني، بس ما بعتقد في يوم من الأيام قالوا ما بنرضى بداله، لكن أتت على لسان مسؤول في حزب الله. شوفي من الرابية، شوفي الجنرال الكلمة الشهيرة اللي بعدها بعتقد هي بتحكم هذا الملف، اللي قاله بعتقد الأمين العام أو نائبه الشيخ نعيم قاسم حين قال هناك مرشح معروف فليتفاهموا معه. يعني سقف الملف شو بيقر الجنرال عون؟ بده يبقى مرشح هني معه، ما بده يبقى مرشح هو بنقي مين مع لازم يكونوا هني معه. يعني هذه كلمة ممر إلزامي. هلأ حاولنا نحن نفسر ونقرأ أكثر أنه شو يعني ممر إلزامي؟ ممر يعني ليس مستقر، انه هذه لانه اذا فهموا المستقبل، يعني قالوا تخلوا عنه كمرشح رئاسي وجعله سيد نصر الله ناخبا، مش ناخبا، عم بيعطي حق الفيتو وليس مرشح، لا اعطاه حق الفيتو. يعني لما بقول انه شو بيقرر الجنرال عون انا معه عمله ناخب اساسي، بس لما بيقول ممر الزامي اعطاه حق الفيتو، انه اذا الجنرال عون ما بيرضى عن اي مسار او عن اي صفقه لن يقبل حزب الله ب انتخاب أو اختيار أي مرشح رئاسة. يعني أعطاه هذا الحق بس ولكنه لم يفرضه بالقوة على اللبنانيين. ما بعرف إذا حدا عنده لم يفرض العماد عون رئيسا، يعني صحيح. على ما بعتقد أي إنسان عنده أو أي طرف باللبنان عنده القدرة على فرض شخص. نعم، ولكن كان بإمكانه أنه يقول أنه هو ما زال مرشحنا. أي شو كان بيعمل؟ كان جابه للجنرال عون رئيس؟ لا، بس كان الدعم أقوى، يعني ما كان فسر على أنه تخلي عن 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 العماد عون كمرشح رئاسي، لأن فسر بهذا الاتجاه من قبل الفريق الآخر. يعني نحن كصحفيين يعني هو ترك مجال لتفسير هذا الخطاب بطريقة مختلفة. لو قال بهذه الطريقة كان قطع الطريق أمام المحللين والسياسيين، شو بدون يكتبوا بكرة الشباب وشو بدنا نحلل؟ هذا التباس إيجابي، لأن نحن دائما نحلل، ما كانت أسوده أبيض. أو يمكن عنده مصلحة حزبه أن لا يقول أنه هو يريد أن يفرض على اللبنانيين مرشح، كان طلع حملات قوية أكثر
على حزب الله بأنه يريد أن يفرض على اللبنانيين مرشحاً ولو بالقوة، وهو المسؤول عن التعطيل. هو قال ما هو التعطيل؟ أنه هو ممر إلزامي، بدكم تمشوا بدكم تحيوا الحكومة، بدكم تحكموا على الجنرال عون، بدكم تنتخبوا رئيس، بدكم تحكموا على الجنرال عون وأحكم على الجنرال عون. هلأ أمين إمام، تيار مستقبل ينفي أن يكون يريد كسر أو عزل صحيح مدعون من الأصل، ويقول نحن منفتحون على الحوار، شو رأيك؟ يعني عم بيحكوا معه. هل يريد تيار مستقبل كسر العماد عون؟ يعني شوفي بالسياسة ما حدا ما بيريد إلا الشر لخصمه، يعني بالسياسة ما بدون يكسروه أنه بالشارع، بس أنه بدون يحدوا له من نفوذه، لأنه خيارات الجنرال عون السياسي من لما عاد إلى لبنان تتناقض مع كل الأجندة السياسية اللي عند تيار المستقبل. حتى خصمه في الشارع المسيح اللي عامل معه اتفاق نوايا هو حليف لتيار المستقبل بكل مفرق. الجنرال عون يقف سياسيا وحتى بالأرض ضد تيار المستقبل، فمن الطبيعي أنه تيار المستقبل يريد أن ينهار وأن ينكسر سياسيا الجنرال عون. طيب وإذا صار في انتخابات نيابية سيكون لتيار المستقبل موقف أيضا من مرشحي تيار العون. طيب إذا كان اليوم يعني بتتفاجئوا أنه تيار المستقبل نعم يريد كسر العون سياسيا، بس إلغاؤه ما حدا بيلغي حدا بلبنان أصلا، هو لا يستطيع يعني ما حدا بيلغي إلغاء حدا. أحد. ولكن هنا يعني إذا كان فعلا دعم سيد نصر الله وحزب الله للعماد عون هو دعم حقيقي كما تقول، كيف سيترجم في المرحلة اللاحقة؟ يعني من بعد ما قيل أنه تخلى حلفاء عن العماد عون، عاد اليوم عماد عون ليقول أنه كلام السيد نصر الله يثبت أن حلفاءنا لم يتخلوا عنا، إذن كيف سيترجم هذا الواقع الجديد؟ يترجم هذا الواقع الجديد بالاستمرار بالواقع الحالي. يعني يوم اللي بيسمع حزب الله بأن تنعقد جلسة في مجلس النواب لانتخاب رئيس بيكون تخلى عن الجنرال عون، يوم اللي بيقبل حزب الله أن تكون الحكومة منتجة باجتماعاتها على الرغم من قرار الجنرال عون بمقاطعة أو الحد من إنتاجية هذا الحكومة بيكون تخلى عنه. بهالموضوعين بعتقد ما عم يتخلى عنه، هدول المعيارين الحقيقيين. هلأ إذا صار فيه لا سمح الله مواجهة بالشارع أو بمعارضة ولم يهب حزب الله لمناصر الجنرال عون بيكون أيضا تخلي عن الجنرال عون. نعم رح تابع طبعا هالموضوع، في كتير أسئلة خصوصا يعني لعبة الشارع وموقف الحلفاء من هذا الموضوع. ولكن بدي أنتقل مباشرة إلى حصبية، اليوم ينطلق ماراثون حرمون في حصبية ومرج عيون. طبعا هذا الماراثون يشجع بشكل خاص المناطق التي هي بعيدة عن الإنماء وعن كل شيء، يشجع الحياة ما بيقطعوا طرقات وبيعملوا عجلة سير، ما منعاني بوسط المدينة من إقفال الطرقات. زميلنا علي حجازي يتابع حرمون ماراثون منذ الصباح وسيوفينا بكل ما بعرف إذا طلعت النتائج كمان هلأ بنشوف. صباح الخير علي. صباح النور كاترين. تفضل علي. النتائج لم تصدر حتى الآن كاترين، لكن على وشك يعني ننتظر القرار من اتحاد ألعاب القوى الذي يشرف على هذا السباق، وهو ليس ماراثون لأن الماراثون هو للمسافة الطويلة، هو ميني ماراثون أو سباق حرمون الثاني للسنة الثانية على التوالي هذه المنطقة، منطقة حصبية وتحديدا منطقة سوق الخان حيث نحن متواجدون هنا، تنظم طبعا بإشراف جمعية حرمون ماراثون السنة الثانية على التوالي بإشراف وطبعا رعاية وزير الشباب والرياضة العميد عبد المطلب حناوي ودعم من وزارة الثقافة وأيضا دعم من وزارة التربية والتعليم العالي. طبعا هناك إشراف من الاتحاد اللبناني للألعاب القوى وأيضا إشراف من اللجنة الأولمبية اللبنانية، وهذا ما يعطي طبعا شرعية للأرقام التي يحققها العدد. ومشاركة كبيرة إذن من الأهالي، من أهالي منطقة حصبية، منطقة العرقوب، شبعة، الخيام، مرج عيون، رشية، لا نريد أن ننسى أي منطقة، كوكبة، إبل السقي، كل المناطق هنا تحديدا شاركت في هذا المنطقة. هو حدث رياضي كاترين، ولكن حدث رياضي بأبعاد اجتماعية، أبعاد ثقافية وأيضا أبعاد سياسية، لأن هذه المنطقة عانت لفترة طويلة من الإهمال، عانت من الحرمان بشكل كبير. هي اليوم توجه رسالة للمعنيين، للدولة، للمسؤولين بأن هذه المنطقة بحاجة للدعم. هذه الرسالة جاءت عبر هذا السباق، السباق الرياضي، برسالة حضارية. طبعا الكل هنا موجود للسنة الثانية على التوالي، ازداد العدد كثيرا وازداد الرعاة. طبعا هناك كان دعم من اتحاد بلديات العرقوب، الدعم كان كبير، أيضا كان دعم سياسي، حضور تقدمه ممثل عن قائد الجيش، مديرية قوى الأمن الداخلي أيضا كان هناك ممثل.
واللافت كان ممثل أيضا عن قوات طوارئ دولية اليونيفل، ليس فقط ممثل بل طبعا قوات اليونيفل أرسلت حوالي 100 عنصر للمشاركة في هذا السباق. يعني اليونيفل شاركت بحضور رسمي وأيضا حضور على الأرض. واللافت أكثر أن طبعا على الدقيقة اليونيفل بحسب النتائج الأولية، لأن النتائج الرسمية لم تصدر حتى الآن، النتائج الأولية تشير إلى فوز عدد لا بأس به من قوات اليونيفل في المراكز الأولى، تحديدا الكتيبة الهندية، كما هنالك أيضا طبعا عدؤون فازوا من قوى الأمن الداخلي اللبناني والجيش اللبناني، حققوا نتائج. طبعا سنكون مع النتائج الكاملة في تقارير النشرة اللاحقة، لأن حتى الآن يتأكد اتحاد ألعاب القوى من الكاميرات ومن الأرقام ليكون طبعا الترتيب دقيق جدا. طبعا هذا السباق ضم عدة فئات، سباق 10 كيلومتر، سباق 5 كيلومتر، سباق الكيلومتر واحد، هو سباق فان ران، طبعا سباق المرة، حيث يقوم الآباء والأمهات بالركض مع أبنائهم. أيضا كان هناك سباق لذوي الاحتياجات الخاصة، إذا كل الأعمار شاركوا هنا. معي يعني إحدى الفائزات اليوم، خبرينا اليوم شو اسمك وأي فئة ربحت؟ أنا اسمي غيام تيرك من نادي فينيكيا سور، ربحت بسباق 10 كيلومتر مواليد 2000-2001، عملت 5 أوفرول على الكل، بنات طلعت أولى بعمري. هيدي أول سنة بتشارك بالسباق؟ لا هيدي تاني سنة، هديك السنة طلعت كان عندي 5 كيلو، كمان عملت أولى وتاني أوفرول. حفظتي عقلك اليوم. كيف كان الجو؟ خبرينا كيف كانت المشاركة؟ أصعب هديك السنة؟ أقوى؟ شفنا اليوم عدد أكبر. هلا أكيد كانت أصعب لأنه 10 كيلو والمسار كان شوي صعب، هديك السنة كانت أسهل. وكان الجو كتير حلو، إنه في من كذا منطقة جايين نعم، شكرا لك والف مبروك. ميرسي. يعني هذه هي الاجواء هنا في منطقه قضاء حصبيه في سوق الخان كاترين. طبعا كما ذكرت سنكون مع النتائج الرسميه التي يبدو انها بحاجه لبعض الوقت ريثما يتاكد المنظمون من دقه الارقام ودقه الفائزين حتى تكون النتائج رسميه ايضا. شكرا لك زميل علي حجازي، حدثتنا مباشرة من حاصبية. طبعا أجواء منشطة، أجواء رياضية، ولكن قبل ما نتابع حوارنا معك أستاذ موفق، نتوقف مع فاصل إعلاني قصير ومنتابع من بعده. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة مع ضيفي الصحفي موفق حرب، ونتابع في الملف اللبناني تحديدا معك سيد موفق بكلام السيد نصر الله وحظوظ العماد عون بالوصول إلى الرئاسة وكل هذه الإشكالية. بدي أرجع أذكر أنك قلت حضرتك أنه قرأت دعما واضحا من حزب الله من خلال كلام السيد نصر الله للعماد عون في موضوع الرئاسة. بناء على ذلك، ما هي حظوظ العماد عون اليوم بالوصول إلى الرئاسة؟ يعني قبل ما أقول ما هي حظوظ الجنرال عون، ما هي حظوظ انتخاب رئيس للبلاد؟ أنا بعدني بشوف أنه اليوم الجو منه مناسب، الاتصالات غير ناضجة من أجل انتخاب رئيس للبلاد. فقبل ما نحكي عن حظوظه اللي ناس بتشوفها بالميلة منعدمة، مو في ناس بتقول ما في رئيس إلا إذا الجنرال عون، حظوظ انتخاب رئيس بشكل عام منعدمة. أنا هذا برأيي، لأنه دائما تاريخيا ما بدها فلسفة، دائما الرئيس الجمهوري باللبنان مش توافق لبناني، توافق لبناني نتيجة توافق إقليمي. اليوم الأطراف الإقليمية الفاعلين في الوضع السياسي في لبنان اللي عندهم القدرة على التأثير على اللاعبين الأساسيين في البلد ما عم بيحكوا مع بعض، على العكس مش ما عم بيحكوا مع بعض، فيتين بمواجهه وحرب بارده في بعض الاحيان وحرب ساخنه نعم. في بعض السعودية في بعض الساحات. يعني تصوري عم بيكون في مواجهه بكل موقع، حتسمح ايران او السعوديه بان ينتخب رئيس في لبنان يشكل ضربه سياسيه لإلها؟ يعني اذا جبت الجنرال العون رح يطلع الكل يقولوا انه السياسه السعوديه في لبنان انهزمت لانه الجنرال العون نتيجة تحالفه مع حزب الله حط حاله بموضع أنه هو نقيض هذه السياسي. وإذا طلع رئيس جمهورية غير الجنرال عون اليوم مين ما كان ستفسر هزيمة ستفسر أنه هزيمة وتراجع لحزب الله وإيران. وبيكون هالنوع من المواجهة بين هذين الطرفين الإقليميين على هالمستوى، مشان هيك في عنا شلل، اولا لانه ما عم بيحكوا مع بعض، وثانيا لانه ما في طرف بلبنان قادر على فرض رئيس على الاخر. وستطول الازمه يعني بهالاطار حتى حتى مرشح التسويه ما لانه ما عم بيحكوا، ليس ممكن ما هي التسويه، هي التسويه بتجي نتيجه انه المتخاصمين بيجتمعوا لا يوصلوا الى توافق على مرشح تسويه. ومع مرور الزمن عم بيكون كلمه مرشح تسويه في لبنان شبه منعدمه. مين المرشحين اليوم بيعتقد نعتقد انه هن مرشحين تسوي؟ ما بعتقد في اسماء كثير مطروحه اليوم بتفكر حالها هذه الاسماء انه هي تسوي، بس كل طرف بيعرف انه هيدا منه مرشح تسوي، لانه هدول المرشحين التسويين ليوصلوا للحكم بدهم يسلفوا تحت الطاوله كثير مواقف معلنه وغير معلنه لاطراف اقليميه. فعلى السطح شكله تسوي بس هو بالحقيقه طرف
مشان هيك ما في انا برايي رئيس جمهوريه في المدى المنظور في لبنان. حتى الاتفاق النووي الايراني الذي عُبل عليه كثيرا في تسهيل ازمه الرئاسه اللبنانيه لن يؤثر ايجابا في هذا الموضوع، ولماذا رغم انه يعني كثيرين في لبنان توقعوا ان يكون لبنان الاكثر استفاده والاسرع في الاستفاده من تداعيات هذا الاتفاق؟ الانتخاب رئيس في لبنان اعتقد مرتبط ارتباط مباشر بالازمه في سوريا. الاتفاق النووي ممكن يؤثر على الوضع في سوريا، وبالتالي انه بطريقه غير مباشره ينعكس على لبنان، بس ما بعتقد انتخاب رئيس جمهوريه بلبنان له علاقه بالاتفاق النووي. ربما الاتفاق النووي ببرد المواجهات العسكريه الساخنه في دول الشرق الاوسط، قد يستفيد لبنان من ذلك في جو معين، من انه اذا ايران والدول الغربية بيوقعوا اتفاق مع إيران يعني ممكن أنه يحكوا بأمور أخرى، هذا بيعزز ربما الاستقرار في لبنان الأمني، بس ولكن لا يؤدي إلى حل الأزمات العالقة، لأنه الأزمات العالقة في لبنان قبل المفاوضات النووية وبعدها، قبل الاتفاق وبعد الاتفاق. ما في سبب لتنحل إذا ما كان في هناك رغبة من إيران وسوريا ومن وراءهما، عفوا إيران والمملكة العربية السعودية، بالانخراط لإيجاد حلول وتسوية للمشاكل العالقة، امتدادا من اليمن مرورا إلى نيجيريا مرورا. نعم. وليس من المؤشرات تقارب إيراني سعودي على أي صعيد حتى الساعة. ما في ولا إشارة توحي بذلك. رغم الكلام عن مبادرات، اسمه كلام رغم الكلام، في مبادرات كثيره اليوم مطروحه، مبادره روسيه، مبادره ايرانيه، وانه السعوديه تعمل على ايضا خط هذه المبادرات، وكل هذه المبادرات تتعلق بالازمه السوريه، يعني كونك اعتبرت انه لا حل في لبنان بدون حل في سوريا بالاصل. شوفي، في حوار، في نشاط، في حراك دبلوماسي لم يرقى بعد الى كلمه مبادره. لما تم التوصل الى اتفاق بين الدول الغربيه وروسيا والصين مع 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 إيران، كل وزير خارجي ذهب إلى تطمين حلفائه ووضعهم بالصورة. جون كاري برم على الدول الحليفة، ومحمد جواد ظريف إجا إلى لبنان وذهب إلى سوريا لطمأنة الحلفاء أو أعطائهم فرصة وأعطائهم صورة عن المرحلة المقبلة. صار في حراك سياسي. روسيا اعتقدت ربما أنه حان الوقت من أجل تحريك المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا، بس ولكن بعد ما وصلوا إلى وقت أنه يعطوا مبادرات في عناوين كبرى الجميع متفق عليها، وهي مواجهة داعش والحد من الإرهاب المتجدد تحت لواء تنظيم الدولة الإسلامية وداعش. ولكن هذا العنوان الكبير المتفق عليه هو أيضا أولوية مشتركة عند كل الدول. أولوية مشتركة ولكن مقاربة مختلفة ومتباعدة. يعني المملكة العربية السعودية نعم مع روسيا ومع الولايات المتحدة ومع إيران بمواجهة داعش، بس ولكن أين نبدأ بمواجهة داعش؟ روسيا بتقول إيران أنه بلشوا بتعزيز الوضع السوري وعدم المس بهذا النظام حتى نهاية الأزمة، والسعودية تشترط أنه أي تحالف يجب أن لا يكون لبشار الأسد دور فيه. حتى المقاربة مختلفة، بس ولكن العنوان كبير ومتفق عليه. هل سيكون هناك دبلوماسية خلاقة أن تبتدع مراحل انتقالية؟ ما حدا بيعرف، بس أنا بعتقد أنه المملكة العربية السعودية بقيادتها والدول الخليجية اللي هي أخذة موقف متشدد من بشار الأسد لا تستطيع أن تتخلى عن المطالبة بمغادرة بشار الأسد، لأنه عنده رأي عام، وهذا الرأي العام ربما لم يكن في يوم من الأيام يقف وراء شعار واحد وهو التخلص من النظام السوري. هذا نظام مكروه لدى هذه الشعوب، فما بعتقد، على الرغم من عدم ديمقراطية هذه الأنظمة، بس ما بعتقد فيها تتخذ مواقف تضرب بعرض الحائط. ستبقى الأولوية إذن إسقاط النظام بشار ومواجهة بشار الأسد، وفي المقابل ستبقى الأولوية بالنسبة لإيران وروسيا الحفاظ على هذا النظام وعلى ومواجهة وعلى وجود صحيح. الرئيس بشار صحيح. الأسد صحيح. على رأسه صحيح. ربما يكون هناك، ربما أنه يقولوا أنه في مرحلة انتقالية يقود هذه المرحلة الانتقالية بشار الأسد، بس بعد ما شايف انه ناضجة هذه الامور. الحد الاقصى ربما العمل من اجل وقف النسيج بسوريا، وقف اطلاق نار مثل ما شفنا محاولات 24 ساعة 48 ساعة 72 ساعة، واتضح انه بعض الدول الاقليمية قادرة على ان تفرض وقف اطلاق النار، بس ولكن دون التوصل الى حل الازمه. اذا سنبقى ندور في حلقه مفرغه في موضوع المبادرات والمبادرات المقابله، وفي موضوع التوصل صحيح. الى حل بالنسبه صحيح. للازمه في سوريا صحيح. من باستطاعته خرق هذه الحلقه المفرغه؟ بعتقد تركيا، ايران، والمملكه العربيه السعوديه عندهم القدره على ايجاد حل، او على الاقل
تجميد الوضع العسكري في سوريا. لم تأتي على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية هون، يعني أي دور لها في هذا الموضوع؟ يعني واضح إلى أي جهة اليوم هي أقرب، خصوصا بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران؟ الولايات المتحدة واضح بأنه هي موقفها من النظام بسوريا تطور ووصل إلى مرحلة الكلمة الشهيرة التي دائما يرددها الرئيس أوباما ويرددها وزير الخارجية بالاجتماعات المغلقة والعلنية، أنه بشار الأسد فقد شرعيته، لا يمكن لرئيس فقد شرعيته بأن يبقى في هذا النظام، حان وقت المغادرة. بس ولكن هذا الشعار لم يرفق بسياسي فاعلي من أجل التوصل لأنه الولايات المتحدة لا تريد أن تأخذ القيادة في الملف السوري، هي عم تتجرجر وعم تتورط بالموضوع السوري نتيجة ضغوط من الحلفاء. بس ولكن واضح هناك تردد، مش حتى تردد، هناك سياسة بعدم اتخاذ القيادة في هذا الملف أو حتى اتخاذ القيادة في أي ملف من هذه الملفات الشائكة من ليبيا إلى 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 سوريا. ولكن هذه السياسة تساهم في بقاء الرئيس الأسد وتساهم في يعني إعطاء دفع أكثر للدول التي تدعم بقاء الرئيس الأسد. ليه بفضل ما استعمل الكلمات اللي تفضلت فيها أنه تساهم ببقائه حتى لا يفسر أنه الولايات المتحدة داعمة لبشار؟ هي غير داعمة، بس ولكنها لا تقوم باتخاذ إجراءات تسرع من إسقاطه، لأنه إذا اتخذت إجراءات سرعت من إسقاط هذا النظام هذه الإجراءات ستورط الولايات المتحدة دبلوماسيا وماديا وحتى عسكريا على الأرض. مثلا بيقولوا لك منطقة آمنة في سوريا، منطقة آمنة بحاجة إلى طلعات جوية يومية، الطلعات الجوية بحاجة إلى وجود عسكري الأقل منه على الأرض من أجل بحال سقطت طائرة أنه إنقاذ الطيار، لا لا ليكون في هناك دعم لوجستي لمنطقة آمنة يتطلب وجود عسكر على الأرض، وهذه الأمور هذه الأيام في الولايات المتحدة هي من المحرمات. لا يوجد لا رغبة لدى الإدارة ولا للرأي العام بأن تتورط الولايات المتحدة بمعركة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط. نعم، إذن هي لم تقود أي تحرك لإسقاط الرئيس الأسد، ولكن نعم. نعم، ولكنها كيف ستتحرك يعني إسقاطه ستواكب ولو من الخلف؟ ستواكب التحرك الدبلوماسي الروسي، وتعترف انه جنيف والاول والثاني هو نتيجه التفاهم الدبلوماسي الروسي الامريكي من اجل ايجاد حل للازمه السوريه. ما بعتقد الولايات المتحده في صدد انه اليوم استعداد انه هي تعمل مثل ما عملت بالعراق حملة سواء دبلوماسية عنيفة أو اقتصادية أو عقوبات أو عسكرية من أجل إسقاط بشار الأسد. يعني عن كم من الوقت نتحدث بعد من أجل تبلور صورة الحل في سوريا؟ دائما هناك مفاجآت على الرغم من التحليل الكبير يعني والبعيد والبارد لمسار الأمور، بس ولكن دائما هناك مفاجآت. هذه أنظمة عادة تبدو من السطح وكأنها لا تزال متماسكة، قد تكون مفرغة من الداخل، لما تسقط تكتشف أنه كانت وهم أكثر مما هي. بس ولكن بعد هناك نظام، بعد عنده حلفاء، بعد عنده حلفاء مستعدين أن يدفعوا دم وثروات من أجل الحفاظ عليه، وأعني بذلك سوريا وإيران وحلفاء في لبنان وغير لبنان وفي العراق. أتمنى أن أكون مخطئ، بس ولكن المعاناة مرشحة أن تستمر لسنوات مقبلة، ومعاناة اللبنانيين بدون رئيس أيضا إذن مرشحة للاستمرار لسنوات ما بعتقد معاناة اللبنانيين هي بسبب عدم انتخاب رئيس، يمكن تنتخب رئيس مثل آخر أيامه للرئيس سليمان. كان في شلل أيضا في الحكومة، كان في تعطيل للعمل الحكومي. هذه أزمة بحد ذاتها، يعني أن يصبح غياب الرئيس ليس بأزمة، هذه أزمة النظام السياسي في لبنان، أن لا يجتمع مجلس نواب وأن تصبح الحكومة غير منتجة وأن لا يتم انتخاب رئيس والبلد بعده ماشي. هاي أزمة بالنظام السياسي. ما بقى في حدا بينكر أنه النظام السياسي في لبنان غير قادر على الحياة، أنا برأيي من خلال الممارسة الديمقراطية السليمة. هم بيقولوا لك أنه لا، عم بتمس بالطائف واندفع أثمان من أجل الطائف، الطائف كان مدعوم وفي ضغوطات وراعيين للطائف سواء سوريا والسعودية. لم يعد مدعوما اتفاق الطائف اليوم؟ لم يعد مدعوما، والمظلة اللي كانت هي تحكم اتفاق الطائف اللي هي التوافق السعودي السوري ودعم أمريكي وغربي لهذا التوافق زال، لأنه هناك حرب بين النظام وبين المملكة العربية السعودية، وهناك فرقاء آخرين فاعلين في لبنان ما كانوا يوم اللي كان في اتفاق الطائف ولم يشاركوا بإنتاج الطائف والاستمرار به، كان عنده رعاة مختلفين كليا اليوم.
إيران ما بتعرف شو يعني الطائف. إذا سنكون أمام نظام جديد، يعني أنت هون تلمح إلى المؤتمر التأسيسي الذي ما بعرف شو بدهم يسموه. يرى كثيرون أننا قد نصل إليه حكما في لبنان إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه اليوم من فراغ يعني. وهون برجعك إلى كلمة السيد حسن نصر الله بالمؤتمر حين دعا إلى التخلي عن منطق الطائفة القائدة، وردد عدة مرات الطائفة القائدة. شو يعني الطائفة القائدة؟ هلأ هي شوي ملتبسة الكلمة، شو معانيها على التركيب السياسي؟ ماذا كان يعني بذلك؟ أنا بعتقد التخلي عن منطق الطائفة القائدة يعني التخلي عن الامتيازات اللي نص عليها الطائف أو التركيبة الطائفية السياسية بلبنان. ما عندك رئيس، عندك حكومة مشلوبة، مجلس نواب منه موجود. أي حكي عن تسوية لبنان لما يقرنها السيد حسن بكلمة التخلي عن منطق الطائفة القائدة، يعني هذه يجب أن ترفق بتعديلات دستورية، تعديل عن النظام السياسي في لبنان. ما بعرف بس، ولكن أنا لفتني نظري هذه الكلمة. هل في قراءة لما بين السطور يعني؟ ما بعتقد بين السطور كانت كتير واضحة، ما في بين السطور. النظام الطائف كرس طائفة قائدة في لبنان؟ يعني كرس ثلاث طوائف، كل طائفة بتعتقد أنه هي طائفة قائدة حسب مين بيدعمها سياسيا. بس ولكن لما بتحكي بأنه أول مرة بهذا الوضوح عن أنه في شيء في خلل بلبنان على مستوى التركيب اللبناني، كنا دائما بنسمع مقاومة فقط وإسرائيل وضرورة الوحدة ونريد رئيس وحكومة جيش وشعب ومقاومة ودعم المقاومة. هلأ عم نحكي عن المرة الأولى عم نحكي بموضوع مباشر بالتركيب والصيغة اللبنانية. فهذا أنا بعتقد ملفت، وكل ما بعتقد رح يصير في حديث عن نشاط دبلوماسي سواء فرنسي أو فاتيكاني مدعوم من إيران أو بمباركة إيرانية سعودية، سنجد تسارع في طرح بعض المواقف اللي هي ترتبط بالوضع السياسي اللبناني والتركيبي اللبناني. بعتقد رح ينحكى كثير في المرحلة المقبلة عن صلاحيات رئيس الجمهورية، عن تعديل في صلاحيات الحكومة، لأنه في عنا ممارسة بين أنه فيها كتمهيد وكبداية مش كتمهيد. فرقاء السياسيين عندهم أنطنات بلبنان رح يستشرفوا أنه والله في حديث اليوم، أنه ما بقى عم نحكي نووي وعم نضلنا نجتمع. طب هيت لنحكي بهالملفات العالقة، كيف فينا ننطلق من الاتفاق النووي من أجل تعميم والاستفادة منه لتهدئة الملفات الساخنة في المنطقة. منها الوضع اللبناني بس، ولكن منه أولوي. بس مجرد ينحكى عنه، عن شو رح نحكي اليوم لما وزير خارجية فرنسا يلتقي بوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، أو لما مسؤول غربي يلتقي بمسؤول إيراني أو سعودي أو عماني أو كل هؤلاء الذين يتكلمون أو مستعدون أن يقوموا ويطلقوا مبادرات؟ عن شو هنحكى بلبنان؟ هنحكي بلبنان، هنحكي بسلاح حزب الله، وهنحكي بالأزمة السياسية العاصفي في لبنان. سلاح حزب الله مرتبط بملف الشرق الأوسط وإيران وإسرائيل. الوحيد اللي بينحكى فيه اليوم انتخاب رئيس جمهورية في لبنان. هذا الموضوع سيؤدي إلى فتح ملفات التركيبة اللبنانية، وبالسابق كان هناك بمعنى تركيبة جديدة على أساس توازن القوى الجديد في المنطقة، لأنه عم تقول أنه في دول توازن مش القوى، توازن في أطراف اليوم قوية وموجودة على الأرض في لبنان لم يكن لها دور أصلا عندما يعني شوفي خطة اتفاق الطائف وصيغ 100% في واقع جديد في لبنان، وفي واقع إقليمي جديد في لبنان، وفي ممارسة بيّنت أنه التركيبة السياسية اللبنانية غير قادرة أن تحكم البلاد وأن تدير المؤسسات بشكل سليم. عند كل استحقاق دستوري في لبنان عندنا أزمة، عندك كل تعيين لموظف درجة أولى عندنا أزمة. ولكن هون البعض يقول هذا مؤشر إلى أنه الطائف بحاجة إلى تطبيق أولا، وعندما يطبق قد يكون بحاجة إلى تعديل، وليس أنه نحن بحاجة إلى تغيير أو نسف اتفاق الطائف برمته قبل أن نطبقه. على الأقل هو لم يطبق أصلا. أنا بعتقد طبق بس، ولكن هو لا يعني ما عنده قدرة أن يطبق لأنه كله تناقض. ما حدا بيعمل دولة بثلاث روس. كانت الدولة بثلاث روس ماشي هيدي الترويكا لأنه في راس عليها من برا اسمه غازي كنعان أو ما يمثل هذا المركز أدار لعبة الرؤوس الثلاث في لبنان. بس ولكن هو ما ممكن فصل على قياس وصاية، ذهبت الوصاية، بقي الطائف دون مكون أساسي غير منصوص عليه وهو الوصاية، ونحن نبحث عن من يلعب دور هذه الوصاية. سوريا غير قادرة، إيران بعيدة أدت إلى انقسام كبير، السعودية غير قادرة، فرنسا ما عندها القدرة على ذلك، عندها ربما القدرة على محاكاة اللبنانيين، أمريكا ما بتعرف وغير مستعدة تنزل على تفاصيل التركيبة اللبنانية. فعندنا نظام غير قادر يولد أزمات، يؤلد أزمات سياسية ربما كان في يوم من الأيام الحل الوحيد لإنهاء الحرب في لبنان. بس ولكن من سنة 1990 لليوم مرق كتير وقت،
راحت سوريا، انهار النظام في سوريا، ما بقى في وصاية، صار في حزب الله موجود بلبنان، صار في قوى عادت إلى لبنان، صعود طيارات مختلفة، والطائف ما عم يمشي. لكن في أطراف لبنان متمسكون في الطائف، بالطائف، حتى في أطراف مسيحيين أساسيين متمسكين بالطائف ويرون أنه ما خسروه بالطائف اليوم هن متمسكين فيه لأنه قد يخسروا أكثر منه. شوفي فيما لو نصف اتفاق الطائف وأوتي باتفاق جديد قد يكون أكثر على حساب المسيحيين. موضوع المناصفة هو الأساس اللي بعتقد من يدافع عن اتفاق الطائف من المسيحيين، أنه يجب الإبقاء عن هذا الجانب من الطائف فيما يخص. نخسرنا كثير ولكن قد نخسر أكثر فيما لو ربما التركيبة الجديدة تحافظ على هذا المبدأ الأساسي اللي أنا بعتقد إنجاز كان في التركيبة الطائفية باللبنانية، وهو المناصفة. يعني عم تقولي للناس قد ما صار عددكم رح نضلنا في مناصفة بلبنان. هل يا ترى هذا يمكن يحافظ عليه في أي تركيبة جديدة، طائف معدل أو ما إلى هنالك؟ بس ولكن السؤال هو صلاحية رئيس الجمهورية، هي تؤدي إلى طرف آخر اللي هو طائفة السنة في لبنان، بعتقد أنه لا، الحكومي يجب الحفاظ على صلاحيات الحكومي. أو مثلا انتخاب رئيس مجلس نواب لأربع سنين، هدول ثلاث إنجازات كل طائفة بتعتقد هي حققتها. بس ولكنها غير كافية، والممارسة أدت إلى التوصل أو قناعة بأنه خلل. يعني اليوم ما عم نعرف كيف يسيروا الحكومة، هل كل وزير رئيس جمهورية، هل الحكومة مجتمعة رئيس الجمهورية، شو هي الصلاحيات اللي بحق لها الحكومة المجتمعة أن تمارسها في لبنان؟ في خلل بكل منطق. يمكن الطائف ما هو الحل، يمكن الحل فرض حل على اللبنانيين وخلي البلد مثل ما هو. شوف لما بصير في مشكل بيجي هيدا الشخص الوصاي ويرجع بيفرض علينا. ولكن هون البحث عن هذه التركيبة الجديدة يأتي قبل رئيس جديد أو بعد؟ يعني لأنه إذا كان اسم الرئيس أو التوافق على انتخاب رئيس للبنان يحتاج إلى التوافق السعودي الإيراني المتعذر والمستحيل حاليا، فتغيير بهذا الحجم، بحجم تغيير النظام في لبنان، يحتاج أكثر إلى هذا التوافق. يعني ربما حتى يحتاج إلى توافق قد يكون أوسع من توافق إيراني سعودي حتى. شوفي خلينا هيك نستفيد، يعني أي شيء يأتي في الأولوية بالنسبة لل. حتى لو ما في اليوم أي إشارة توحي بأنه في حدا عم بيحرك الملف اللبناني من أجل التوصل إلى تسوية في المشاكل العالقة، بس فينا نتخيل شو ممكن ينقبل بلبنان. أنا ما بعتقد أنه يمكن انتخاب رئيس جمهورية اليوم إلا من خلال صفقة كبرى. هل مثل مرة مثل ما انتخبوا؟ عم تقول كبرى، يعني عم تقول شاملة على التركيب اللبناني، كبرى على المستوى المحلي اللبناني، وليس كبرى بمعنى المنطقة. لا 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 لا، ما بعتقد على مستوى المنطقة. عم بيخدموا بالمفرع، الإيرانيين كتير ذكايا بيشتغلوا بالمفرع. الملف النووي ما له علاقة بأي ملف آخر، بس ولكن لما يتم التواصل إليه بيصير في قدرة لأنه يجتمعوا ويحكوا بواحد واحد، هيدا بزار. وكل الدول عادة بتحاول انه ما تعمل شم لمي كل الاتفاقيات، ليه؟ لانه السعر اغلى بيكون لما بنشتغل بالمفرع. بالملف اليمني بدهم حصة، بالبحرين بدهم مطلب، بافغانستان بدهم مطلب، ما حدا بيعمل اتفاق شامل بكل الامور. كيف فينا نتخيل اي حل بلبنان؟ يعني لما تم التوصل باتفاق الدوحة الى انتخاب الرئيس لما كان مرفق فيه والدعوة لانتخابات نيابية مباشرة، وكان اتفاق الى حد ما محدود وموضوعي، يعني انه اتفاق موضعي بشكل انه تنتخب رئيس تعمل انتخابات مجلس نيابي منه مثل اتفاق الطائف حل شامل. انا بعتقد وصلت الامور لمرحله بانه اي حديث عن تسويات بلبنان بده يكون سواء انتخب الرئيس قبل او بعد مرفق اي اتفاق بمعالجه هذه الامور الاساسيه. انه ما بعتقد اليوم حزب الله بظل ما يحصل في سوريا، وما عم بقوله هو المسؤول الوحيد عن عدم انتخاب رئيس، بس ولكن فاعل بعدم انتخاب رئيس. قبل أن يتضح مستقبل هذا النظام بتركيبته الطائفية والبعثية والسورية وتحالفاته بسوريا، اليوم كان ينقوا بدون رئيس يدعم المقاومة، شعب وجيش ومقاومة. كلمة مقاومة اليوم تختزن بداخلها أيضا دعم النظام في سوريا. هل تعتقدين أنه حزب الله وحلفائه في لبنان بيقبلوا أن ينتخب رئيس بالمنتديات العالمية والخارجية يقف ضد بشار الأسد؟ جيش وشعب ومقاومة حسب منطق حزب الله، يعني دعم من يدعم المقاومة أيضا، في له تفسير ومطاطي بيصير هذا الموضوع. صارت أصعب أكيد، فمشان هيك كيف بدك تجيبي رئيس بظل ما يحصل في سوريا؟ وقبل اتضاح مستقبل النظام، ما بحب أحكيها طائفي، النظام العلوي وتركيبته بسوريا، لا أعتقد أنه حزب الله سيقبل بأي رئيس في لبنان. لا أعتقد. الوحيدين اللي بيعطوا تطمينات بهذا الموضوع بعتقد الجنرال عون والوزير سليمان الفرنجي، ما بعرف إذا تنقلتهم بيوصلوا القبول بأي واحد أو وصول بأي واحد منهم، يمكن بيأجل موضوع التركيبة اللبنانية بشكلها الحالي
والتركيبي. نعم، ولكن وصول أي من الرجلين حاليا متعذر يعني، لا الوزير الفرنجي عم بسألك، ولا عماد عون. مشان هيك ما بعتقد أنا في انتخاب رئيس في المستقبل. إذن القريب مستقبل لبنان مرتبط بمستقبل النظام العلوي في سوريا، مستقبل المؤسسات يس صحيح صحيح فيك تقولي، بس مش بس مستقبل لبنان ككيان يعني، هاي الكلمة ما بحب أنا عممها، قلنا إذا مستقبل لبنان مرتبط بمستقبل الرئاسة في لبنان والتركيبة في لبنان صحيح، مرتبط بمستقبل النظام العلوي في سوريا 100%. طيب النظام العلوي في سوريا أي مستقبل ينتظره النظام العلوي هنا؟ يعني في ناس عم بتقول يمكن اللي بيحكوا كونك يعني حددت هذا نعم. يعني لما بينحكى اليوم بحراك سياسي، لما بيحكوا السعوديين مع الروس هن أساسيين بالملف السوري، روسيا روسيا واضح حسب الكلام المعلن بأنه هي مستمرة بدعمها لشخص بشار الأسد. نعم. والدليل أنه بيعطوا سلاح وبدافعوا عنه بالأروقة الدبلوماسية، وأهم من ذلك مش السلاح، الفيتو بمجلس الأمن حتى لا يعطى مشروعية وشرعية دولية لأي عمل عسكري غربي أو غير غربي ضد النظام بسوريا. يعني لا تفصل روسيا بين النظام والرئيس الأسد. اليوم هي ما عم تقول هيك، روسيا مصرة أنه لا فصل بين النظام وبين شخص هذا، وأنه انتخاب رئيس في سوريا من قبل هذا النظام يعود إلى الشعب السوري. نعم. حتى لا يقال أنه هي تدعم شخص. بالمقابل الآخرين مستعدين يأخذوا يعطوا، أنه حافظ على هذا النظام اللي هي بسموها الدولة السورية ومؤسساتها وجيشها والمؤسسات، حتى لا يقعوا بنفس المشكلة اللي وقعوا فيها بعد صدام حسين، ولكن تخلى عن بشار الأسد. هل هذا ممكن؟ أنا شخصيا بعتقد في استحالة بين استحالة بالفصل بين النظام الحالي وبين بشار الأسد، لأنه هيدي أنظمة بنيت على أشخاص، وأي إشارة بأنه في استعداد للتخلي عن شخصه ستؤدي إلى تسارع بالانهيار في سوريا، سيتهاوى النظام ويتحلل بسرعة كبيرة جدا حين يلمس المقربون من بشار الأسد بأن هناك تخلي إيراني أو روسي عن شخص بشار الأسد، هو رمز تماسك هذا النظام. إذن يعني أي مصير ينتظر النظام العلوي يعني ضد هذا الكباش؟ واضح أنه السقوط بالنقاط صعب جدا، هذه أنظمة لا تسقط إلا بالضربات القاضية. حاولوا توجيه ضربات قاضية إلى هذا النظام مرة لما تم تفجير اجتماع مجلس الأمن القومي وذهبت القيادات الأساسية في سوريا وصمد النظام. تهديد دمشق اليوم عامل سياج لتهديد دمشق، سقوط بعض الأمور ما أدت إلى تساقطه. النقاط يعني استمرار طويل، إسقاطه والفوز على ماذا عن سيناريو تقسيم سوريا وبقاء هذا النظام، ولكن على جزء من سوريا وليس على كل سوريا، يعني هذا الحل هل له فرص؟ يعني من الأمور اللي عم تنطرح خصوصا أنه يعمل عليه ربما عمليا من خلال المعارك الميدانية التي لا يعمل عليه، والتي قد تؤشر إلى أنه في نية للذهاب نحو هكذا حل. هيدا حل بحاجة إلى وصاية دولية كبرى لفرضه على الواقع، في واقع اليوم عسكري وديموغرافي ومذهبي وتطهير عرقي وطائفي في بعض المناطق بسوريا توحي بأنه الحل صحيح. سيكون من خلال هيدا التقسيم، بس ولكن التقسيم كلمة كبرى جدا. آخر مرة رسمت حدود هذه الدول كان في اجتماع كبير للدول الفاعلة، اليوم ما عم يجتمع الدول لهذا التقرير، من سيفرض هذا التقسيم؟ حدا مستعد يبعث قواته من أجل ضمان أو حماية الدول الجديدة الناشئة؟ اليوم في عندك دولة إسلامية اسمها دولة داعش، تنظيم الدولة الإسلامية يحتل بقعة أرض أكبر من لبنان على 4 مرات، ما حدا بعد اتفق عليها، ما حدا بعد عم بيشتغل جديا على القضاء عليها. ولكن من يقاتل على الأرض يعني كما تقول يقاتل على هذا الأساس، يعني على أساس أريد أن أنظف منطقة معينة لأضمن بقائي، بس ولكن فيما لو خسرت مناطق أخرى صحيح، بس ولكن هذا الواقع من دون فرض دولي ومباركة دولي لا يمكن أن يتم تجسيده على الأرض وشرعا، وهذا ما ليس متوفرا، هيدا ما هو متوفر. مين روسيا بدها تأخذ القرار؟ الولايات المتحدة بدها تأخذ القرار؟ هل هناك مؤتمر دولي؟ ما حدا عم بياخد القيادة في أي من هذه الملفات العالقة، لأنه ما حدا مستعد يبعث قوات لفرض أي اتفاق. دائما في طرف، مثلا شو في يوم اللي صار اتفاقية الطائف، جنرال عون أنذاك رفضوا صحيح، حدا فرضوا بالقوة، اجتاحت قوات النظام السوري الأصل الجمهوري بلبنان. كان في حسم، كلمة غالب ولا مغلوب دائما في كل الأزمات العالمية تؤدي إلى نهاية أزمات مؤقتا، بس ولكن لا تؤدي إلى استقرار. الاستقرار لا يأتي إلا عند هزيمة عسكرية لكل هذه الحروب. الحرب العالمية الأولى ما أدت إلى استقرار عالمي إلا نتيجة انهزام واضح من دون لبث.
الحرب العالمية الثانية أيضا، الحرب على اليابان، أي حرب ما بيكون في إلها خواتيم واضحة لا تؤدي إلى استقرار، بتكون معالجات آنية. والدليل الطائف في لبنان فرض ولكن لم يكن هناك قناعة وولد أزمات وأزمات، وبغياب قوة وصاية مستعدة أن تفرض وبالقوة العسكرية والقوة الأمنية والترهيب والسجن والاعتقال ما ممكن أن ينفذ. إذن بالمحصلة سنبقى بدون رئيس للجمهورية في لبنان، يعني هذا الكلام يلي كل مرة بحضورك معنا دائما بدي يعني أقول في هذا البرنامج، وإن شاء الله أكون غلطان، أتمنى تكون مستبعدا أن ينتخب رئيس بالمستقبل القريب. دائما بس حلي الشغلة منها كتير حلوة وبتمنى أن أكون مخطئ، لأنه أهم شيء الحفاظ على الجمهورية لسنوات. يعني بفهم منك سنبقى ماني شايف بدون رئيس للجمهورية، ماني شايف مؤشر. عم تسمعي بكرة 6 شهور و 8 شهور عم نسمع بأيلول تشهر. عم نسمع بأيلول يعني من بعد اتفاق النووي سمعنا أنه بأيلول أو قبل نهاية هذا العام رح أعطيكي سيناريو حتسمعي كتير. بأيلول مثلا لنقول مر الاتفاق النووي والكونغرس الأمريكي لم يعرق الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة لأنه الكونغرس الأمريكي عنده القدرة على عرقلة الجانب الأمريكي من الاتفاق النووي، ولكن الاتفاق النووي وقع من 6 دول وليس فقط من الولايات المتحدة. ومجلس الأمن أوريدي اجتمع ورفع العقوبات المتصلة بالملف النووي الإيراني. رح يصير أنه طيب بدنا ننطر انتخابات الرئيسية الأمريكية الجديدة اللي هي تبلش بشباط 2016، لأنه دائما هناك مفترق طرق وهناك استحقاق نربط فيه الأمور. هلأ بيعطوك عنوان جديد، هذا لشراء الوقت، يعني مش لشراء الوقت، لغياب أي تحليل منطقي ليش عم بيصير هيك. ما تتسك بحبال الهواء، بس واضح أنه ما في حل أو تسوية شاملة على مستوى الشرق الأوسط جاهزة لأن توضع حيز التنفيذ ويستفيد منها لبنان كملحق وليس كهدف مباشر. نعم، اسمح لي أتوقف مع فاصل إعلاني أخير رجاءً أستاذ موفى، ومنتابع طبعا معك من بعده بالقسم الأخير من هذه الحلقة. أبقوا معنا. نتابع مشاهدينا القسم الأخير من هذه الحلقة من برنامج الحدث مع ضيفي الصحفي موفق حرب. وبعد كل هذه الجولة الميأسة، لا مش الميأسة، الواقعية يعني التي يعني بالنهاية بخلاصتها نفهم أنه لا حلول ولا تسويات لا لأزمات المنطقة ولا للأزمة اللبنانية في المدى المنظور. محل السياسي من لبنان بركز على النفايات هلأ وبنسى النوى. يا ريت لأنه صحيح هلأ عم نحكي بمواضيع أخرى، ولكن بعض النفايات يعني محلة للأسف هون بيلهوا اللبنانيين بمواضيع أخرى. صح. مش بيلهوا اللبنانيين، عندهم القدرة كمان يتلهوا دغري يصير. لا، وشفنا اللبنانيين بينزلوا على الشارع لمطالب أخرى، ولكن لمطلب النفايات ما شفنا أنه في نزول إلى الشارع للأسف. كما يجب يعني. صحيح. وكما صحيح. تستوجب هذه الأزمة. على كل حال الاتفاق النووي الإيراني مررنا عليه بأكثر من محطة، ولكن أريد أن أتحدث أكثر عن مفاعيله وعما ينتظر هذا الاتفاق وعما سيتغير بعد هذا الاتفاق. اللافت أنه صحيح أننا ننتظر موقف الكونغرس الأمريكي وأنه في معارضة أمريكية داخلية لهذا الاتفاق، ولكن اللافت أنه في إيران أيضا هناك معارضة، رغم أنه الكل يعتقد أنه لم يكن لهذا الاتفاق أن يوقع لو لم يكن المرشد مباركا له. صحيح. وموافقا عليه. يقول حسين شريعة مداري أحد مستشاري المرشد علي خامنئي ورئيس تحرير صحيفة كيهان أنه خامنئي غير راض عن هذا الاتفاق وأنه سيكون كارثة على أمن إيران واستقراره فيما لو طبق الاتفاق النووي مع الغرب. كيف تفهم هذه المواقف الإيرانية؟ في إيران دائما بتحب تبرز لرأي عامة وللرأي العام العالمي والإقليمي بأنه هي عندها ثنائية مع الولايات المتحدة، بحبوا يلعبوا هيدا الدور أنه هي قوة عظمى إقليمية وبتلعب على بالدوري الأكبر. بعد الاتفاق النووي اللي تم التوصل له، جون كيري راح عمل جولة مكوكية، محمد جواد ظريف عمل جولة مكوكية، طلع أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي ومعلقين وسياسيين هاجموا الاتفاق النووي. أيضا إيران عندها ديمقراطية كما تقول وعندها شخصيات أيضا ضد الاتفاق، وفي أعضاء بمجلس النواب بكرة حيستدعوا محمد جواد ظريف للتحقيق معه. بس ولكن كلنا بنعرف أنه لولا مباركة المرشد لهذا الاتفاق لما وقع. نعرف النظام الإيراني كيف هو، هذه طبيعة النظام بحاجة لمباركة المرشد. ربما المرشد وحتى روحاني وظريف كانوا بفضلوا أنه بعض المواقف البنود منها موجودة، مثل الحد من رفع مثلا بدها 5 سنين لرفع الحظر عن الأسلحة و8 سنين على البالستية وما إلى هنالك. للصال كانوا بفضلوا بلي، بس ولكن هذه أخذوا رد أنه شلت لك العقوبات فورا وحتاخذ عشرات الميرات بالمقابل. بس ولكن لو المرشد لا يريد ذلك
لما وقع هذا الاتفاق حتى ما كان بلش المسار التفاوضي. وفي شغلة كمان حتى لا نقلل من الحياة السياسية في إيران، أن هناك ضغط شعبي أيضا على الرأي العام. المرشد لا يستطيع أن يحقق استقرار في بلده إذا كان دائما يذهب ضد ويعاكس الرأي العام الإيراني. هون الرأي العام بأي اتجاه؟ الرأي العام الإيراني مع عودة العلاقات غدا، اللي عم بفاوض روحاني ومحمد جواد ظريف. روحاني انتخب بفوز ساحق، وهذه إشارة للمرشد بأنه هذا الاتجاه اللي عبر عنه روحاني، أغلبية الشعب الإيراني اللي أنت تقول أنك تحكمه تؤيد هذا الاتجاه. فما فيك دائما تضرب بعرض الحائط مشاعر وأمال الشعب الإيراني، خصوصا الفتي. الشعب الإيراني عانى كثيرا في الفترة الأخيرة، وبالواقع الاتفاق مثل أي اتفاق لحتى يوقع، خصوصا إذا ما أجى نتيجة هزيمة عسكرية، يجب أن يكون هناك ما يكفي من عناصر يحق لكل طرف أن يدعي بأنه انتصر من هذا الاتفاق. إيران بتقول أنا حصلت على شرعية دولية بحق إيران امتلاك التكنولوجيا النووية، وهذا صحيح، السماح بالتقسيم. الرئيس الأمريكي والدول الغربية تقول نحن حصلنا على نتيجة مهمة جدا، وهي عدم السماح لإيران بأن تتحول إلى قوة نووية عسكرية. كل طرف عنده ما يكفي لإعلان الانتصار، وإيران عنده ما يكفي أنا أعتقد لإعطاء إشارات لشرعة المحلي، وأيضا إلى بعض الأفرقاء الإقليميين بأنها إلى حد ما حققت بعض الإنجازات. مثلا إذا بتسمع من سنتين كنا نحكي عن حتمية الضربة العسكرية الإسرائيلية للمفاعل النووي الإيراني أو حتى الغربية، في ناس كنت أسمعهم عندك على البرنامج أنه خلال أشهر خلال أسابيع، اليوم ما حدا عم يحكي. كنا من سنتين ونص وثلاثة نحكي عن تغيير في النظام الإيراني، دعم إلى الثورة الخضراء، اليوم ما حدا عم يحكي. اليوم عم ينحكى إلى عودة إيران للعب دور إيجابي في دول المنطقة، عودة النفوذ الإيراني، الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات، وهي حق إيراني، هي أرصدة تم مصادرتها من الدول الغربية والولايات المتحدة، ستعود إلى إيران وهي بحاجة ماسة لها. بالوقت ذاته هل هذه الأموال ستصرف على حزب الله والحوثيين؟ لا، لأنه هيدا الصرف لم يتوقف يوم من الأيام، بس ولكن حتريح إيران كنظام من أجل تحقيق الرخاء لشعبه والانتقال إلى مرحلة جديدة في العمل الاجتماعي والتنوي في إيران، وأيضا الاستمرار بدعم نفوذ إيران. هذا النفوذ هو الذي خلى الأمريكان والدول الغربية أن تجلس إلى جانب إيران. وإذا بتطلع بالملفات بالتالي هون يعني بالمجال لا يمكن بالتالي أن يشكل الحلفاء ورقة، أن يكونوا بمثابة ورقة يمكن أن تشتريها. لا، هيدي قوة إيران، تبيعها إيران في مفاوضاتها مع الغرب بعد هذا الاتفاق. إيران نجح معها شغلتين، قيل الكثير في هذا المجال، إيران خصبت نووي وخصبت حزب الله وأشخاص آخرين واستفادت من التخصيب. دعم في الخارج هو تخصيب، تخصيب إسلامي ثوري إلى بعض المنظمات اللي ممكن صرفها على طاولة المفاوضات أو تحقيق نفوذ. بس ولكن الدول الخارجية والمعارضة للاتفاق محقة بأن يكون لديها هواجس، لأنه اليوم إذا بتطلع على الملفات اللي هي تؤدي إلى مواجهة بين إيران والدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة، الملف الإسرائيلي وعملية السلام وموقف إيران من إسرائيل، والملف النووي، شلت الملف النووي، في الملفات الأخرى هناك إمكانية للتعاون بين إسرائيل بين إيران والولايات المتحدة. حتى كان في هناك شبه ما يسموه جنتلمان أجريمنت، في توافق بالعراق في حد ما، توافق من أجل صحيح. في أفغانستان، ويمكن في لبنان، يمكن في اليمن مستقبلا، يمكن في سوريا. بس يعني مثل أحدهم بيقول أنه السعودية هي حليفة صديقة الولايات المتحدة، ولكنها ليست حليفة الولايات المتحدة في الملفات الإقليمية. إيران عدوة الولايات المتحدة، ولكن حليفتها في بعض الملفات الإقليمية. يمكن البناء أو تخفيف السخونة في مواجهة بعض الملفات. الدول العربية وتحديدا المملكة العربية السعودية ما حق تكون لديها هواجس قلق. وقلق من الأرصدة الإيرانية على العائدة، لأن هذه الدول لا تخشى النووي الإيراني. إسرائيل تخشى النووي الإيراني، هذه الدول تخشى النفوذ الإيراني. وهذا الاتفاق الذي وقع يعالج الملف النووي والقنبلة النووية، ولكن يعزز الهواجس والنفوذ الإيراني رغم التطمينات الأمريكية التي الدول الغربية تتوالى على الدول الخليج. العربية وتحديدا الخليجية عليها أن تخشى تمدد النفوذ الإيراني. هل الحد من تمدد النفوذ الإيراني يكون من خلال مواجهته وحرب باردة وساخنة في بعض الساحات، أم خلال محاولة استيعابه؟ وبدك تشوفي كيف ستتعاطى دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية مع الاتفاق النووي. هذا يعني أنه الولايات المتحدة تخلت عن أصدقائها
هون كونك ميزت بين الصديق والحليف. بعتقد بالاجتماع القمة اللي صار في كامب ديفيد اللي دعا إليه الرئيس أوباما دول الخليج، كان واضحا في تطمينه لهذه الدول أنه إذا اعتدت إيران عليكم الولايات المتحدة لن تتردد عسكريا بالحفاظ على أمنكم، ولكن في المواضيع الأخرى لن الولايات المتحدة لن تكون طرف على الرغم من تأييدها لهذه الدول. ماذا هنا على دول الخليج أن تفعل إذن؟ يعني عم تقول أنه هل ستستمر في المواجهة أم ستذهب إلى سياسة الاستيعاب؟ ماذا تعني بسياسة الاستيعاب وماذا تعني بالمواجهة؟ شوف، دول الخليج والأسر الحاكم في دول الخليج شو بيهدد اليوم؟ أن يكون عليها ثورات شعبية وقلائل والتهديد الأمني الداخلي والخارجي. التهديد الأمني الخارجي من إيران، الولايات المتحدة وحلفاء الغربيين مستعدين أنه يذهبوا كما تم تحرير الكويت حين اجتاح صدام الكويت. هذا محسوم، هذه مصالح حيوية، لن يسمح لأي دولة أن تجتاح دولة من دول النفطية في الخليج. هذا الموضوع ريحوا منه. بيبقى الوضع الداخلي، بدهم يطمنوا شعوبهم، بدهم يعطون شوي من التحرر، بدهم يعطون شوي من الحقوق. صعب هذا الأمر بالنسبة لدول الخليج وبالنسبة للأنظمة القائمة حاليا، وهل يملكون أصلا الوقت الكافي؟ نعلم أنه هذا الأمر يحتاج إلى مسار طويل لا يتحقق بين الليلة وضحاها. هذا التحدي الكبير، وبعتقد قال لهم الرئيس أوباما عنه أنه أنا ما في ساعدكم بس بدكم تنتبهوا لشعوبكم، سواء من البحرين إلى الكويت إلى المملكة العربية السعودية. ما كانت القاعدة أو داعش لتجند هذا العدد الكبير من السعوديين لو لم يكن هناك حد ما من تصرفات وسماح لهؤلاء الدعاة بنشر هذا النوع من العقائد المنحرفة. عليكم قال لهم أنه بتكون بلشوا. إذن هل بعض الأنظمة الخليجية في خطر اليوم؟ في خطر من الداخل وليس من الخارج. طيب خطر من الداخل؟ بعتقد ما حدا يمكن أن يزيل خطر الداخل إلا هذه الأنظمة، هي بنوع من الإصلاحات وبنوع من تحقيق الرخاء والاستقرار لهذه الشعوب وأعطاهم أنه وهي مستعدة لذلك برأيك؟ في إشارات. هلأ المشكلة بتكون قديش مستعدة أن تسرع وتيرة الإصلاحات المطلوبة لهذه الشعوب أو تحقيق المشاركة بحدها الأدنى هذا المشروع والقضاء على المنظمات وعدم تمويل أو السماح أو التغاضي عن أي من هؤلاء الذين يبشرون بهذه العقائد المنحرفة، حتى لو كانت في البداية هي موجهة إلى الخارج كأفغانستان وطالبان وسوريا، لأن هذه المنظمات لا تعترف بحدود. حين تذهب للجهاد في هذه الأماكن ستعود ويعود هؤلاء أبطال في مجتمعاتهم. نطلع بسيناريو جديد. نعم. وإلى منظمات هون. إذن يعني السؤال الأساسي كان أنه عن المعارضة الإيرانية اللي عم نسمعها، إذن هي كلام لن يغير شيء في بنود الاتفاق النووي الغربي الإيراني. ماذا عن المعارضة الأمريكية وما هو منتظر من الكونغرس الأمريكي في هذا الاتجاه؟ شوفي، وهل يمكن أن يغير شيئا في هذا الاتفاق؟ الرئيس أوباما واضح أنه أخذ الأمر شخصي ونزل إلى الساحة وعمل مؤتمر صحفي داعم لهذا الاتفاق. نعم. ووضع مصداقيته الشخصية ومصداقية الولايات المتحدة بتمرير هذا الاتفاق، وقال قبل أن ينعقد الكونغرس الأمريكي لمراجعة ومناقشة هذا الاتفاق أنه سيستعمل الفيتو بحال تم تمرير قانون يشل الإدارة الأمريكية ويسقط هذا الاتفاق. الكونغرس الأمريكي بحال وصل إلى أغلبية الثلثين بمجلسيه النواب والشيوخ يستطيع أن يتجاوز الفيتو تبع الرئيس. المعركة اليوم السياسية هو أن الرئيس يريد ما يكفي ثلث واحد يعطل بأي من المجلسين من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق، وهو عنده من حيث المبدأ هذا الثلث، لأن الحزب الديمقراطي عنده ما يكفي من أصوات في مجلس الشيوخ والنواب لحتى يحصن الفيتو الأمريكي. بس ولكن في نوعين، إذا مرق الاتفاق بفيتو من الرئيس الأمريكي بيمرق اتفاق ضعيف، إذا مرق الاتفاق بس ولكن من خلال تسوية بين الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية بيكون أقوى. بس ولكن أيضا رح يكون شو شكل هذه التسوية؟ رح يكون في أنه الإدارة الأمريكية تتعهد بتمرير نوع من قانون مراجعة هذا الاتفاق كل 6 أشهر. الكونغرس الأمريكي بده شيء، الاتفاق بيطلع الكونغرس الأمريكي من دون أي شيء، فيتو وفي اتفاق. بس ولكن السياسة الأمريكية دائما باللحظة الأخيرة حين يعترف طرف من الطرفين بأنه غير قادر على هزيمة الآخر بيصيروا يفتشوا عن حلول وسط. نعم، ولكن الأكيد أنه أصبح الاتفاق على السكة 100%، وأنه دخلنا في مرحلة جديدة مختلفة
بالطبع عن فككنا صاعق المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة والغرب وإيران حول ملف أساسي وكبير جدا وهو امتلاك إيران قنبلة نووية قد تؤدي إلى تهديد السلام العالمي في منطقة. أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم الصحفي موفق حرب. أهلا وسهلا فيك من جديد. أيضا أشكر متابعتكم ومشاهدين هذه الحلقة من برنامج الحدث، وإلى اللقاء في الغد.